نيجي مع بعض طلابي الأعزاء للتمرين الجديد، هو اكسرسايز 4 تحت عنوان فوكابيلاري سبورت فينيوز. طبعا الموجود معنا صور، صورتين، وهذه الكلمات وبعض من 1 إلى 6 هي فوتبول، ايش الأشياء المناسبة لها من هذه الكلمات. خلينا نشوف هذا التمرين مع بعض. بالبداية بيحكي لي رقم اكسرسايز 4 match the sports with the correct venues in the box. Name the venues in the photographs. الآن راح نوصل هذه الأشياء اللي نسميها venues، هي الأماكن أو الأشياء الواسعة. Track, court, pool, river, sea or lake, pitch, rink. أول رقم 1 اللي هي football، طبعا الإجابة محلولة اللي هي pitch، هي إيش؟ كلمة pitch. Number 2 tennis, badminton, squash, basketball. على طول راح تكون الإجابة هي court، المكان المناسب له اللي هو إيش؟ court. طبعا رقم 3 ice skating, ice hockey، المكان المناسب اللي هو rink، نسمي مكان اللعب الملعب اللي يلعب فيه الايس سكيتنج والايس هوكي نسميه rink. water polo or diving، طبعا هي sea or طبعا river، الإجابة هي pool. water polo or diving، الإجابة هي pool. إذا rink اللي هي ساحة للتزلج أو مكان للتزلج، pool اللي هي بركة، بركة للسباحة أو للغطس. water polo polo or diving pool. عندنا كمان sailing or rowing، طبعا اللي هو رياضة الأشرعة الشراع أو التجديف. river sea or lake. Running، طبعا running اللي هي track اللي هو لازم يكون عندنا مسار للركض running. إذا sailing, rowing, river, sea or lake اللي هو النهر أو البحر أو البحيرة. The venues، الأماكن هاي، الأماكن الرياضية هاي in the photographs are A an athletics running track، هي طبعا اللي هي مسار للركض الجري العدو السريع. athletics running track. والثاني هي an ice rink اللي هي بنسميها ساحة للتزلج أو مكان للتزلج. هذا التمرين الأول طلابي الأعزاء. طيب ننتقل للتمرين الثاني، هو speaking. discuss the questions in pairs، ناقش الأسئلة. then share your ideas with the class. خلينا نشوف السؤال سؤال معنا. are there any sports facilities؟ sports facilities مقصود فيها إيش؟ المرافق الرياضية. يعني شو المرافق الرياضية اللي ممكن تعطيها in your town or city، في مدينتك أو في مدينتك. in your town your sports facilities. طبعا ممكن نجاوب على السؤال yes there are many sports facilities in my country، يوجد مرافق رياضية كثيرة. طيب if so do you use these facilities how often؟ إذا كان هذا الكلام صحيح، هل أنت بتستخدم هذه المرافق الرياضية؟ how often، كم مرة؟ yes I use these facilities 3 times a week، يعني 3 مرات في الأسبوع. إذا لاحظوا الأسئلة تدرج معانا، السؤال الأول are there any sports facilities، شو معنى sports facilities؟ sports facilities معناها المرافق الرياضية. in your town or city، في مدينتك. yes there are many sports facilities in my country، يوجد مرافق رياضية، أماكن رياضية، أندية رياضية مقصود فيها، مرافق رياضية، أماكن رياضية in my country. فهي sport facility هي يعني مقابل اللي هي النوادي الرياضية، الأماكن اللي فيها رياضة، تلعب فيها رياضة. If so, do you use these facilities? How often? Yes, I use these facilities 3 times a week. طيب السؤال اللي بعد ذلك هو كالتالي. If not، إذا كان هذا الكلام لا، what sports facility would you like to have؟ إيش المرافق الرياضية أو الأندية الرياضية اللي بتحب تكون موجودة عندك؟ طبعا الإجابة I would like to have a swimming club، أتمنى أن يكون لدينا نادي للسباحة، a volleyball club and a tennis club، ونادي لكرة الطائرة ونادي للتنس. I would like to have، لاحظوا كيف بديت، I would like to have a swimming club, a volleyball club and a tennis club. طيب الآن في عندنا أسئلة ثانية. Are there any stadiums in your town or city؟ نيجي للسؤال الثاني. Are there any stadiums in your town or city؟ هل يوجد ملاعب رياضية زي ما نسميها احنا بالعامية نحكي استاد رياضي أو ملعب رياضي in your city؟ الإجابة طبعا yes there is Amman International Stadium اللي هو استاد عمان الدولي.
Amman International Stadium in my city. طيب if so اذا كان ذلك what sports are played there؟ ما هي الرياضه الرياضات تلعب هناك؟ فبنحكي football is played in Amman International Stadium. Football is played in Amman International Stadium. كرة القدم تلعب، لاحظوا هل سويتها passive، كرة القدم تلعب في استاد عمان الدولي. طيب شو كمان عندنا سؤال اخر؟ If not اللي هو B، if not do you think it would be a good idea to have a stadium؟ Why not؟ هل تعتقد انها فكره جيده انه يكون عندنا استاد رياضي او ملعب رياضي؟ Why not؟ الاجابه طبعا yes، الاجابه yes، yes I do. طبعا نحكي yes I think it is a good idea to have a stadium. إن أعتقد أنها فكرة رائعة أن يكون عندنا استاد رياضي، ملعب رياضي. Because it is important to play sports for people to keep fit. لأنه هذا شيء مهم، لعب الرياضة لكي الناس تحافظ على اللياقة البدنية. إذا yes الإجابة بنحكي yes. الإجابة why؟ Because I think it is a good idea to have a stadium. Because it is important to play sports for people to keep fit. إذا هذا السؤال طلابي الأعزاء. السؤال الآخر مباشرة بيحكي لنا 3 do some research about the nearest sports facilities and stadiums to your town or city. What sports are they used for؟ يعني اعمل بحث عن أقرب المرافق الرياضية أو الأندية الرياضية أو الأستاد بمدينتك. What sports are they used for؟ ما هي الرياضة التي تلعب في هذه في هذا المكان؟ Okay, let's answer this question. خلينا نجاوب على هذا السؤال. طبعا بعد ما نعمل البحث عن هذا السؤال راح نجد انه عندنا اللي هو استاد عمان الدولي، عمان انترناشونال ستاديوم، عمان انترناشونال ستاديوم. ويلكم، اهلا وسهلا، هذا هو استاد عمان الدولي. طبعا ذا عمان انترناشونال ستاديوم از ا ستاديوم ان الحسين سيتي، هو موجود في مدينه الحسين عمان Jordan. It is the largest stadium in Jordan. هو أكبر استاد في الأردن. The stadium was built in 1964 and opened in 1968. طبعا بني، تم بناء هذا الاستاد، استاد عمان الدولي في مدينة الحسين للشباب، بني في عام 1964 وافتتح في عام 1968. It has a current capacity of 17,619 spectators. يتسع ل 17,619 متفرج. In addition to Jordan's home games، بالإضافة إلى الألعاب الأردنية التي تلعب في الأردن، the stadium hosts، الاستاد يستضيف other major games، ألعاب أخرى in Jordanian football، الكرة الأردنية، as well including the Jordanian Pro League، اللي هو الدوري الأردني، Jordan FA، طبعاً professional، الدوري الأردني الاحترافي، و professional league، و Jordan FA اللي هو football association cup، كأس الأردن، وجوردن اف اي شيلد الدرع الاردني، اند جوردن سوبر كاب جيمز، والعاب الكاس السوبر الاردني. اذا هاي الالعاب التي تلعب في هذا الاستاد. ايضا عندنا الاستاد الرائع ايضا اللي هو ذس ستاديوم اللي هو ذا كينج عبد الله سكند ستاديوم، استاد الملك عبد الله الثاني، از مالتي بيربس ستاديوم. هو طبعا هذا الاستاد فيه العاب كثيره تلعب في هذا الاستاد ان جوردن، ان عمان، ان جوردن، موجود في عمان في الاردن. It is currently used mostly for football matches. طبعا هو بشكل رئيسي يستخدم للعب كرة القدم. The stadium holds 13,265 people. يتسع هذا الاستاد الرائع، يتسع ل 13,265. إذا بعد ما عملنا هذا البحث، تحدثنا عن استاد عمان الدولي واستاد الملك عبد الله الثاني حفظه الله، تحدثنا عن هذا الاستاذين الموجودات في عمان. ايضا الان راح نتكلم عن موضوع الرايتنج. الرايتنج بعد ما عملنا السبيكينج، write a four paragraph essay، بدك تكتب الان مقاله من اربع فقرات، summarizing the ideas you discussed in exercise 5، وبدك تناقش الافكار اللي ناقشتها في التمرين الخامس. discuss each of three questions in one paragraph and in the last paragraph explain how important it is to have sport facilities and stadium nearby. يعني بدك تناقش الاسئله اللي شرحناها من شوي
شوي تتحدث عن اهميه ان يكون عندنا مرافق رياضيه وملاعب رياضيه. وبعد ذلك exchange essays with your partner، تبادل المقال اللي كتبتها مع زميلك. And review and edit their work paying special attention to spelling, punctuation and grammar. وخذ في عين الاعتبار اللي هو ايش؟ الترقيم وتضبيط الإملاء والقواعد بعد ما تكتب، يعني بدك تتحقق من انه القواعد صحيحة، الكتابة صحيحة 100%. تمام طلابي الأعزاء، خلينا نبدأ الآن نشوف المقالة اللي كتبناها في هذا الإجابة لي على هذا السؤال السابق. بالبداية طلابي الأعزاء راح نقوم بكتابة العنوان بهذا الشكل Sport Facilities. طبعا مطلوب منا نكتب أربع فقرات، فبالبداية راح أتكلم بهذا الشكل Sport Facilities are very important in every country، يعني المرافق الرياضية والملاعب الرياضية هي مهمة جدا في كل دولة. In my essay في مقالتي I am going to discuss sports facilities in my city، راح أقوم بمناقشة وشرح المرافق الرياضية في مدينتي. The importance of them وأهميتها. And what sport facilities I would like to have، وما هي المرافق الرياضية والملاعب الرياضية والأندية الرياضية التي أتمنى وأود أن تكون موجودة في مدينتي. إذن هاي المقدمة، دائما المقدمة طلابي الأعزاء ببدأ في topic sentence، يعني جملة افتتاحية، مثلا sports facilities are very important in every country، هاي الجملة لازم أنا أكتبها إنه المرافق الرياضية مهمة جدا في كل دولة. طيب بعدين شو بحكي؟ in my essay في مقالتي I am going to discuss، رح أناقش، بكتب العنوان، إيش أنا رح أناقش؟ sport facilities in my cities، إذن هاي الفكرة الأولى، المرافق الرياضية في مدينتي. كمان راح أتحدث عن إيش؟ the importance of them، أهميتها. كمان إيش راح أتحدث؟ and what sport facilities I would like to have. هاي بنسميها الفقرة الافتتاحية، المقدمة، مقدمة الموضوع. إذا إحنا موضوع التعبير بتكون من أربع فقرات. الفقرة الأولى لازم تكون مقدمة، أحكي جملة عن موضوعي وأحكي عن إيش بدي، شو الأفكار اللي راح أناقشها في موضوعي. طيب باجي الآن بتكلم عن الفقرة الأولى اللي بتناقش، اللي هو sport facilities in my city. شو sport facilities in my city؟ today stadiums are an important part of sports culture، يعني اليوم الملاعب هي جزء مهم من الثقافة الرياضية في كل دولة. there is يوجد the Amman International Stadium in my city، يوجد استاد عمان الدولي في مدينتي. It is a stadium in الحسين city، هو موجود في مدينة الحسين، عمان، في عمان، جوردن، الأردن. It is the largest stadium in Jordan، وهو الاستاد الأكبر في الأردن. The stadium was built in 1964 and opened in 1968. لاحظ أني عمالي بعطي معلومات عن هذا الاستاد. هذا الاستاد بني في عام 1960 وتم افتتاحه عام 1968. It has a current capacity of 17,619 spectators. طبعا يتسع لي 17,619 متفرج ومشاهد. Football is played in the Amman International Stadium. كرة القدم تلعب في استاد عمان الدولي. In addition to Jordan's home game، بالإضافة إلى الألعاب الأردنية الوطنية، the stadium hosts، الاستاد يستضيف other major games in Jordan football، يستضيف ايضا العاب اردنيه، كره قدم اردنيه اخرى، as well including the Jordanian Pro League، يستضيف ايضا اللي هو البرو ليج اللي هو عندنا البطوله الدرع الاردني، جوردن اف اي كاب كاس الاردن، وجوردن اف اي شيلد الدرع الاردني، and Jordan Super Cup games، وايضا العاب كاس السوبر الاردني. اذا لاحظوا كيف هاي بطولة جوردن بروفيشنال ليج، بطولة الاحترافية الأردنية. Also the King Abdullah the Second Stadium، أيضا استاد الملك عبد الله الثاني حفظه الله، is a multi-purpose stadium in Amman، أيضا فيه multi-purpose، يعني له أغراض كثيرة. Multi-purpose stadium، استاد له أغراض كثيرة. In Amman في الأردن ملعب فيه ألعاب كثيرة. In Jordan it is currently حاليا used mostly for football matches، يلعب لمباريات كرة القدم. The stadium holds 13,265 people، يستطع إلى 13,265 شخص. خلصت الآن الفقرة الأولى، تكلمت عن الملاعب الرياضية الموجودة في عمان. الآن بتكلم عن إيش؟ بتكلم عن أهميتها. There are many benefits of sports facilities. لاحظ كيف بدأت الجملة، يوجد فوائد عديدة للمرافق الرياضية للأندية الرياضية
الملاعب الرياضية. First, أولا, they give people the resources they need to do sports. تعطيهم المصادر التي يحتاجوها للعب الرياضة. يعني موجود عندهم متوفر الملعب لكرة القدم، متوفر ملعب التنس، متوفر المرافق اللي محتاجها اللاعب الرياضي داخل هذا الملعب. Second, ثانيا, indoor varieties اللي هي التنوعات الداخليه، الالعاب الداخليه enable you تمكنك to play a sport rain. يعني احيانا بيكون في عندنا بيكون مطر، فانت ممكن تلعب في داخل هذا الملعب ويكون مغلق هذا الملعب or shine او مثلا اشعه الشمس الحارقه. ثالثا سبورت فاسيلتيز بروفايد بلايرز، ايضا الملاعب الرياضيه تزود اللاعبين with court lines بخطوط الملاعب، نيتنج الشبكات and smooth surfaces ساحات ملساء for game play للعب. Fourth, sports facilities، طبعا هون لاحظوا هون في عندنا هاي لازم تكون capital، لازم تكون small letter. Sport facilities are often used to prevent استخدام injury or treat injuries، يعني تمنع الإصابات أيضا ومعالجة الإصابات أيضا. Fifth, they provide rooms، توفر تزود غرف for better performance، لأداء أفضل in sports and also motivate the players، وأيضا تحفز اللاعبين in sports participation، مشاركة الرياضية and other physical activities ونشاطات أخرى. Furthermore، على وعلى ذلك الآن لاحظ تكلمت عن الأهمية، نتكلم عن الألعاب أو النوادي الرياضية اللي أنا بحتاج أنها تكون في موجودة في المدينة. There are a lot of facilities I would like to have in my city. أيضا أتمنى أن يكون في أكثر كمان من هاي الأشياء الملاعب في مدينتي. I would like to have a swimming club، نادي للسباحة، a volleyball club، نادي للعب الطائرة، and a tennis club because there are a lot of young people who have the passion for practicing these sports. لديهم الرغبة والشغف في ممارسة هذه الألعاب الرياضية. I think they will be professionals، أعتقد أنهم سيكونوا محترفين in the future if they are given the chance، إذا أخذوا الفرصة. خلصت الآن، لاحظوا كيف خلصت البادي بادي 1 وبادي 2 اللي هو الموضوع. الفقرة الأولى تكلمت عن الأهمية، تكلمت عن الأندية الألعاب الملاعب الرياضية، والفقرة الثانية تكلمت عن الأهمية والمرافق الرياضية التي موجودة. ايضا في الفقره الختاميه لاحظوا كيف بختم فقرتي. Finally، اخيرا، sport facilities are one of the crucial things to consider، هي من الاشياء الهامه التي يجب ان تؤخذ بعين الاعتبار because they allow young people to practice what they like، لانها تسمح للشباب بان يمارسوا ويلعبوا ما يحبون. I think، اقدم الان نصيحه، I think it is a good idea، اعتقد انها فكره رائعه to have a stadium، ان يكون لدينا استاد ملعب because it is important to play sports for people to keep it، لأنه من المهم للناس أن يلعبوا الرياضة لكي يحافظوا على اللياقة البدنية. لاحظوا كيف طلابي الأعزاء هذا الموضوع مكتمل جدا كامل. الفقرة أربع فقرات، كتبنا أربع فقرات، الفقرة الأولى هي مقدمة والفقرة الأخيرة هي خاتمة. لاحظوا البادي 1 وبادي 2، هذا بسميه بادي 1 وهذا بسميه بادي 2. لاحظوا أنه البادي 1 تحدثت عن الفكرة الأولى اللي بتحدث عنها، والبادي 2 تحدثت عن فكرتين اللي هو أهمية الرياضة، أهمية الملاعب الرياضية، وما هي الملاعب الرياضية التي أود أن أو أرغب بأن تكون موجودة أكثر بشكل أكبر. تمام، فهذا هو مقالة وموضوع تعبير عن sports facilities، المرافق والملاعب الرياضية، مقصود فيها المرافق والملاعب الرياضية. طلابي الأعزاء، في هذه الحصة بنكون هيك احنا خلصنا التمرين كامل بكامل تفاصيله وحلينا، وإن شاء الله المرة القادمة راح نبدأ إن شاء الله في الوحدة الرابعة بإذن الله تعالى. بعد ذلك لما نخلص إن شاء الله راح ننتقل للأكتيفيتي بوك فيما بعد إن شاء الله. هذا الموضوع اكتبوه جيدا ودربوا على الكلمات الإملائية الموجودة فيه. أيضا حاولوا أنكم دائما تمشوا بهذا النمط، أنه لازم يكون عندك مقدمة وعندك فقرتين اللي هي الموضوع الأفكار، والخاتمة بهذا الشكل تكون جملة عن الموضوع وبتقدم رأيك في الخاتمة. يعطيكم العافية طلابي الأعزاء، وبنكمل الحصة القادمة.